والثاني بحط يا زبالة يكرر الكلام. ايش يعني شكون في الشقة؟ شايف برميل نفط، برميل الماس، برميل نادر، لان البرنامج كله مساويك، فانت تحب المسواك اللي تنظف فيه اسنانك المعفنة. ايش في؟ قال لك مسواك. اسمعوا، الله وصلتوني 100,000، والله انكم حلوين. الله شكرا، يس وصلنا، شكرا، الله يبارك فيكم حبايبي. والله هذا فول، همشي الفول والفاصوليا تاكلها و... شفتي لازم اعمل حفلة، نعمل لازم يهدى الوضع عندي في البيت، راح اشتاق اصوركم. مش عارفة افتح، امشي الفول والفاصوليا نطبخها مع الطحينية اختي. الله بتعزمينا حفلة تكون اونلاين، كيف عزمك؟ سراج مرحبا. يلا كده خلصتوا؟ ايش يعني صوتي عادي مثل ما هو؟ ايش فرق؟ انا اقول لكم ليش ابقى اسكر، فهمتي؟ يا الله ابقى اغير الثلاجة واغير كثير امور، ابى انظف، ابى امسح، ابى وايد شغل، فغيرت المكان. ايش اناشيد فلسطين؟ الله يفرج همهم. سكن في السطوة، ام في السطوة؟ سطوة مين؟ انا في السطوة، مالت عليك وش على شكلك، على شكلك المعفن مالت عليك. لا انا مش ساكنه في عيمان. ايش فيها عيمان لهالدرجه تستحقرونها؟ والله جد جد يعني ايش فيها عيمان؟ ايش فيها يعني؟ ليش مسكره من قدام؟ لاني انا ايش فيها يعني؟ ابغى اموت واعرف ايش فيها.
حامل؟ وش خصك اذا انا حامل؟ ولا انا متزوجة ولا ايش خصك؟ يا وسخ يا واطي. ايش خصك؟ يعني اللي عارف اي شهر انا حامل بس زوجي مش انت. انت شكو تعرف؟ احنا كده خلصنا لان الاغراض جاب لي الحالة النفسية وما عندي حد يساعدني. مش عارفة والله، حتى ابا اعق هابي وما ابا اعق وايد امور في الثلاجة، بس ابا كرسي لاني بغسل الارض. مش عارفه ليش يدخلوا بثي، احسن اسكر. ايش تبيع في السلولايت؟ انت جسمك تضاريس الزمن. اذا انا سلولايت الحمد لله، الناس السمر، الناس اللي بشرتها سمراء اول شيء ما تكبر في العمر، هذا رقم واحد. رقم اثنين عندنا بشرة متماسكة، فهمتي؟ فهذه نعمة من الله. ايش تبين في جسمي؟ تزوجت بدل المرة مرتين الحمد لله، يعني ما طلبت منك راي، فهمتي؟ شكرا للداعمين. نورك يا عمري. ما يحبوا مطبخي، مطبخي هذا الملعون، العالم تتصخ يا اخي ايش تبون في فخذي، ايش تبون في جسمي، ايش تبون في لحمي؟ انا شي عادي. نحن في العائله عندنا حتى في مسيحيين مش مسلمين، عائلتي ميكس. ايش تبون في اموري الشخصيه؟ ايش تبون في حياتي؟ يعني اذا احتفلت الكريسماس معاكم راح تزعلون؟ بعدني ما اشتريت الشيارة. خلونا في حالي، اكلوني اكل، ما اقدر طبعا اوطي، ريولي تعورني، فابا ارمي اشياء واقعد ارميها وانظف. ما شكيت منكم الشيء، اهم شيء الشوكلت النوتيلا. يا بنت كذا انا ما عندي شغلة، بنظف بعدين بستانس معاكم. مريم تبون بوب كورن؟ اسوي لكم بوب كورن. ها؟ اسوي لكم بوب كورن. تبين بوب كورن؟ ما انا حاطة تاتو. مؤقت، حنة هندية. صبري شوي يا اختي، ذبحوني. من وين انتي؟ لا شو انتي شو فيك انتي؟ مدري شوك، همهم الكماليات. انا احطها كده بالميكروويف كم؟ 2 minutes. يا الله انا اطول من الثلاجة، ما يستوي، لازم اعقها. اشتري لي ثلاجة كبيرة فيها هذا التاتش. امور ابغى اطور من في البيت، مليت من هذا الحال الزبالة. كيف انا اطول من الثلاجة؟ الحمد لله. لا ما احب ثلاجتي، لازم اعيب لها الخشبة اللي ترفعها شوي. انا كل شيء علي في البيت، مسؤوليات البيت، من ايه حتى كل شيء من صغيرة وكبيرة على راسي، عشان شيء يعني شعري بيشيب قبل كل شيء. افتحي
لهم فيلم رعب. ما سويت تكميم.